تحياتي في حلقة أولى من برنامج أسئلة مدريدية اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شركائنا وأصدقائنا رابطة ريال مدريد الرسمية في العراق. طبعا هذا البرنامج أنا بشكر كثير الأصدقاء اللي تواصلوا معي بخصوصه وطرحوا الفكرة، وأنا آسف طبعا اللي تأخرت عليهم بجوز شهر لأني كنت زي ما بتعرفوا مشغول وبنتقل من مدينة لمدينة، فبالتالي الآن الأمور استقرت وبنبدأ بحلقتنا الأولى. الفورمات تاع البرنامج كثير بسيط، أسئلة توصلني بالفيديو، أربع أسئلة على الأكثر، نحط السؤال وبعدين بيجي الجواب. وقبل ما ندخل بالتفاصيل هاي كلها طبعا دائما بفضل تشتركوا بقناة سيرفي سبورت على اليوتيوب عشان بوصلكم فيها كل شيء حنعمله. السلام عليكم كابتن محمد عواد، سؤالي هو هل سيعتمد المدرب زيدان على تكتيكه السابق للفريق أم سيجري تغييرات على الخطة لا سيما اللعب ثلاثة مدافعين في الجولات التحضيرية في هذا الموسم؟ شكرا. هل زيدان حيواصل بنفس الخطة؟ الجواب زيدان ميزته الرئيسية كان في تجربته الأولى مع ريال مدريد إنه رجل عنده خطتين. الخطة الأولى كانت هي 4-3-3 اللي بتتحول بأي لحظة ل 4-4-2 تبديل، فهو كان يحب 4-3-3 4-4-2. طبعا بعض الأحيان كان يشتق 4-3-1-2 من 4-4-2، بس هذه كانت الخطة الثابتة عنده. الآن نعم هو فكر بثلاث مدافعين كأنه عم بدور على خطة ثالثة، كأنه عم بدور على خطة بديلة. شو لو مارسيلو مندي ما نفعه دفاعيا؟ أو شو لو إدير ميليتاو طلع مستواه ممتاز جدا وبينافس فاران وراموس؟ إذا عم بفكر بهذه الطريقة، شو لو إنه أنا عندي ظلت مشكلة دفاعية اللي كانت الموسم الماضي، ممكن راح أضطر ألعب بثلاث مدافعين، فبالتالي هذه الخطة أنا بعتبرها الخطة الثالثة إذا حس إنه الموسم ضاع. طيب يا كابتن محمد عواد الرائع، حسب رأيك ما هي التشكيلة التي يجب على زيدان العمل بها؟ هل الريال قام بثورة فعلية؟ شكرا كابتن. هل الريال قام بثورة فعلا؟ هذا السؤال مهم جدا. جوابه بما ان حكينا كلمة ثورة بقدر احكي ببساطة من اللاعبين اللي تم شراءه. كم لاعب في ريال مدريد تم شراءه 100% ضامن اساسي؟ هازارد، صح؟ لانه مندي بده ينافس مارسيلو، رودريجو لسه شاب صغير، يوفيتش بده ينافس بنزيما، وإيدر بده ينافس فاران وراموس. اذا هو مش ثورة، هو اللي حصل اعتصام في ميدان البرنابيو، خطوة اولى للثورة. ليش خطوة؟ انت ما بتقدر تيجي تعمل ثورة عشان موسم واحد سيء بفريق ثلاث ارباعه يا لاعب نهائي كأس عالم، يا جايب دوري ابطال اوروبا، يا عامل معجزة ابصر وين، يا جايب دوري ابطال اوروبا ثلاث اربع مرات زي الموجودين اساسا. ما بتقدر تقولهم خلص شكرا انتم فاشلين مشان الموسم الماضي ويلا بدي اجيب بدالكم، لانه اصلا لا بتقدر منطقيا وما بتقدر ماديا. فالخطوة الاولى اللي حصلت انه انت اشتريت احتياطي لكل مركز كان قلقك تقريبا، المهاجم، الظهير الايسر، خط الدفاع، وبالتالي انت حطيت لاعب بكل مكان، خدت خطوة نحو الثورة. اذا الموسم الثاني تكرر السوء، لا تاخذ الثورة، بتقول لمارسيلو شكرا، بتقول لا ممكن لواحد المدافعين شكرا، وبتبدأ تغير التشكيل. بس بيكون عندك 4-5 عاشوا باجواء النادي، استوعبوا اجواء النادي، فما بتضطر تغير 10 فعلا، هو بتغير 5 وبتجيب 2-3، بصيروا هم فعليا 8 تغييرات على التشكيل الاساسي بس بخطوتين. فاللي حصل اكيد مش ثوره، لانه ولا واحد منهم الا هازارد جاء اساسي. طبعا كابتن محمد عواد، في حال فشل المدرب زيدان في القسم الاول من الدوري، هل يتوقع اقالته وتصبح كارثه كما اصبحت في الموسم السابق ام يكمل موسمه؟ اقاله زيدان ممكن يكون اصعب قرار في تاريخ فلورنتينو بيريز كله، في تاريخه كله، حتى اصعب من انه يترشح يفوز بالانتخابات اول مره وهو ريال مدريد جايب دوري الابطال، واصعب مما يقول بدي اجيب الفيس فيجو وقتها، لانه زيدان اغلى شخص بتحسه على باريس وعاد عشان ريال مدريد، فبدك تضحي فيه بنص الموسم اعتقد مستبعده، الا اذا طبعا الريال دخل مركز 12 13 لشهر واحد، لا هيك حيقولوا له شكرا. بس لو ضلوا ضمن الثلاثه الاربعه الاوائل ممكن يكون متصدر، حتى منعرفش طبعا انه بدايه الموسم الجوله الاولى كانت ايجابيه، بس لو كان الثالث الرابع حيخليه ما دام طالع على الدور الثاني بدور الابطال، وحيخلوه يخلص الموسم حتى لو ما نجح عشان يطلع على الاقل بطريقه انيقه بتليق بزيدان، بتليق باللي عمله كلاعب وكمدرب لريال مدريد وكعوده. مساء الخير ابو عواد، سؤالي راح يكون اليوم عن جارث بيل ووضعيته مع الفريق. قبل فتره صرح زيدان وقال انه سهل عمليه خروج جارث بيل من النادي، لكن الى هذه اللحظه ما زال بيل بالفريق. إذ بقى بيل، هل ستؤثر هذه على وضعية وأداء اللاعب في الفريق؟ وشكرا. بالنسبة لجارث بيل، هي المشكلة اللي أنت لازم تعمل حالك إنك مبسوط فيها. يعني لاعب بيجي تطلعه ما قبل يطلع، بده إياك تدفع له راتبه عشان يطلع، فضل شو بدك تسوي؟ بدك تغير نغمتك، ما في إنه لازم يطلع بكرة وبعده انتهى. لاعب تكاليفه عالية، وجوده موتر جدا، ما بتقدر تحطه برا لأنه يعني مش منطق.
فبالتالي بدك تحكي ماله بيل، بيل بيطلع منه، احنا من بيل يلا العب، لانه هذا الحل الوحيد. يعني هي المشكله اللي انت مش راضي تعترف فيها، اعترفت فيها لفتره ما زبطت الحل، ترجع تقول اصلا انا اكتشفت انه هذه مش مشكله اصلا. نوصل هون نهايه الحلقه، شكرا كثير لكم والسلام عليكم ورحمه الله.